فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم شراء الهر؟ ما حكم شراء الهر؟ شراء إيش؟ القط. القط؟ نعم. لا يجوز بيع السنور، ما يجوز، والكلاب ما يجوز بيعها. نعم، خذ يا أخي، القطط كثيرة الآن، خذ اللي تبي دون شراء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.